بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقول نحجرنا كتاب كريم مباركها الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى وراه. شيخ وحو قبطي باب المرور على الصراط، إن صراط كقيامه لدلمره. قال الله تعالى امسري وحولي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إلا يحرق القف كم إذا مجره إلا صراط كاسي أو جهنم دول مرايا أي مرايا. وحنا وهذه إله سبحانه وتعالى وحقوية إله سبحانه حكمية وأنا عندك قد بيدي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبا عليه الصلاة والسلام وحاولي فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. وحوري صراطك وحالة صاريا جهنم كورك هذا معنى بريج بوندو جهنم كورك هذا مرايا واي. فأكون أول أو فأكون أنا وأمتي أول من يجيس. وحنا عليه السلام عليك أنيق ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم الدين أمة محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام دعوه يسديسي وقراته الرميسي وحنا نحيب الكوة وغهري قدبايا dadka ugu horeeyay ee loo ogolaanayo ilaa iyaga jannada ugu horeeyay kuwa ugu horeeyay oo siraadkaasi ama bariijka dahanaba dusheeda dadka gudbayaan. Walaa yatakallamu yawmayn illa ar-rusulu. Wuxumaalinta cid hadli karta male, cid isdhaqaaji karta male, cid hadal haysata ma jiro ilaa ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala. Mooye wadacwa ar-rusul yawmaidin, wuxuu yihi ambiyadu maanta waxay ku leexadayaan oo keliya allahuma sallim sallim اللهم سلم سلم إله نبت قليه إله نبت بادي إله نبت قليه إله نبت قليه بإليه. سبحان الله وجسر جهنم كورك يدوك يالا بريجواي أولم رايو ومحال الله هاي أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيوه رئيسه والنبي قال نحن عليه الصلاة والسلام وهو قامنا الله نقرد يكو كو كو مد بادا ناس لا مركوا حوليه ما أنت عيد حضل كرتا وإسويني كرتا وإسقيمين كرتا وجدوا أنبيضنا هذا القوض وحاويها كريا إله ونا نبتقليه إله ونا نبتبادي. عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك سعدان. وحوري وحال صار يا أبو جهنم ودش هذا أسوى الله بذا وحوري قضح جيت قضح الحس سعدان اللي يراه ذوق كليته ثم يستجيز الناس كذب ذكر حال ضرب يا إلهي محل الله قدبان فناج مسلم ومخدوج ومخدوج به ثم ناج محتبس ومحتبس تبس به ذكر قارقود يقوم محل الله كاملة ومحل به قدبيان قار وقدبيان يقوم محل الله داوع قاري قاد محل الله ماشى لقوا علينا يا من عسل عمري ومنكوس فيها هي من محل الله جهنم مدح مدح الله وطورايا إلهي نقدر يكو كو بد بعده أو جيس كي كجد بع إلهي نقدر يو هن إله إله هن نقدر كو جهنم كونها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال وحر عهد إن خليلي صلى الله عليه وسلم وحر وذي محمد عليه الصلاة والسلام عهد إلي وحئيبا لبي أن دور جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة. وحيش يقولي جهنم محل جسر كذا بودد هذا انت اللي قارن وحا هذا وضو وحوري او سبريره او قف وكو سبريره حوري او كو كفايو وان وان انا ناتي عارف عليه انا روا ايمان دو نابوري وفي احمال لا اقتداره وحور وحان حمبارسن هاي قاربا وحور خوغا عليس ان خوغ بدهي ودا او وسدا دبر كوسدا وفي لفظ وحوري وفي احمالنا اضمرار اضطمار وحوري حملك ان وندش لغا سارنا وحوري وا وخ محال لهايي اضمار هو او ان عليس بدن سارلين احرا وحور وحا وناق وناق بدن ان ننجو الى بدبادو ان ننجو بدبادو عن ان ناتي عليه إن أنا كل ما عنده جسر قاسي أو غضاسي ونحن بواقير أنا وحر عريس فرمضان ونا فرقوا حليه سي أبو هريرة وانت هذا عريس بدن قادل هذا مش بين خطر بدن ويه وحر أذان وح بدن وذن صامر ومعنا دروب بدن إيه مشاكل فرمضان إيه معاصي أذن بدن وذن صامر لأيوليه.
باب ما جاء في الحوض حوض كني عسى سلام وحي كصاروني قال الله تعالى ابن سرير وحوري إنا أعطيناك أنك كسين الكوثر معنا وبي مع جنات بان كسين أو كوثر ليلا الجنات بان كسين عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سومنا وحوري حوضي مسيرة الشر معنا حوضي وحر وبيجي جام كنال كي يبيها كالصعدة وحر بس بيل محلها بالله صعدة أيو لقيه مع نرجع ما هو أبيض من اللبن بيس وحكى عليه مريعانا وريه عن يوم من المسك أركي سنة وحاول كود جو مديه بالك مسك اللي هذا وكيزانه كوب كيسنا كنجوم السماء سمد ده احدق الى مدين من شرب منها نيك حوت يا سلام كعبه فلا يضمو ابدا ولقي وحور نعسه سلام وحور او بمايو الهي كو انا غدر ما انت قيام انا اسمع بنت ابي بكر قالت وحدي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوري اني على الحوض اني اروى على الحوض ما كسوناي حتى انظر من يرد علي منكم الى ان في ريبوري كو ايغو سو اروري دونا ايمان دونا وسيؤخذ ناس من دوني تد ما وخه ليغا علين دونا انتان ايسو غارين فاقول وحان له يا ربي مني ومن امتي وركو انا ايغا ميدها الهي كو انا ايغا ميدين امديده كميدين فيقال وحان لي اورن يا ابوري هل شعرت ما عملوا بعدك دي محمد وما اوغتاي وحي غداشا سمييين والله ما كو دارتي ما بريحو كما زورين يرجعون على عقاب اني قدال ونقرايان واهل العهد بدع خرافات واحد عسى سرب اي سو درنيان با وخوري اي اهانايان مركا خويان اهل العلم كو شيغان مركا ان قفكو سبحانه السلام اي ودديسي ان رادينا ولا بارمان باب الميزان شيخ وقتي وحديث البضاقه ميزان حديث البضاقه الى يروى ونضع الموازين موازين يا دغينا القسط بعدالدا ليوم القيامه مالت قيام دراد معنا وزن ميزان ذلك لو عداله سبينا اي الهي ودغيا انا عبد الله بن عمر عمرو قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سومنا وحوري ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه الهي وحو سو دوينيا اي كسو ساري قف امده امته سلام كميدا تدكون راي فيرنا يا فينشر عليه 99 سجلا وحلو فيدليه 99 بوق او ديوان با لو فيدليه كل سجل مثل بدل البصري مثل بدل البصري معنى بوق والبا و خو لغي ماشي ايش انت كو دباتو الله اكبر ثم يقول الهي وحوله اتنكر من هذا الشيء ادوكيو وحن ماشي كو قرن بديديسا ما انكريسا اظلمتك كتبت الحافظون ميه كو دلبي بلاغتي وحكا قريسي فيقول وحوله لا يا رب فيقول إلهي وحولي أفلك عذر عذر دار بلاذا وحان الدنوبة لتبذي فيقول وحولي إلهي يا رب فيقول إلهي وحولي بلى وقال لهذا إن لك عندنا حسنة ما أنت أكتب هذا وحكوتها لحسنات فإنه لا ظلما عليك اليوم ما أنت لقد ظلم المايو فتخرج بضاقة فيها وحالوتها صارية كان أمور غضا يكون قرنطها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورغضا يكون قرنطها بحالوتها صارية فيقول لك بركو حلي فيقول لها حلي أحضر وزنك أحضر وزنك وزنك معنى وزنك هذا صح هذا كان فيقول يا ربي ما هذه البضاقة مع هذه سجلات إلهي وحولي يا محال الله ربي يو ورغتها يرتها انت أنا محال الله ورغاي الديوانة وبوحة ما هيك تريسا فقال إلهي وحولي إنك لا تظلم ما تظلم ظلم الماء فتوضع سجلات في كفة ورغي الديوانك وحال ساريا ورغي لنعبا بيزاك أفكي لنعس لساريا والبداقة في كفة بداقة يبكى لأي لساريا فضاشت السجلات وثقلت البداقة ورغي نوا بومن وبومن خلاص وبتاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله قرنت أيا حرطي بركان عليه السلام إلهي ونحسن فلا يثقل مع اسم الله شيء إلهي إذا كيسا وحكع سيد مرانا يا ملا وهي بقى إلهي وطا أيا وح والبكع ونص شيخ وحا وقبتي باب أول الأمم حسابا ومضى أقوه رئيسي لحسابنا أيو أي من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعري نحن آخر الأمم أنا وحنا أمدات أقود بيسا وأول من يحاسب ولو وحنا أنا أمضى أمضى بينا تدخل لحسابنا أنا أقوه رينا يقال وحال أورانيا أين الأمة الأمية ونبيها
أو ودي أو حبق قرينين إيه النبي جذي أو يبان ليه ناس لما يركون عليه فنحن الآخرون أنا قاعد أذكر وجود بينا أنت إلهي وأبوه مجتمع هذا الأولون ما لنت قيامنا أنا قاعد وهرنا ولا حسابنا يو إيه قاعد نوين حساب بدي صار وارزة إيه جنة جنيسة إلهي سبحانه وتعالى خير كان وافجهم وصلى الله على سيدنا محمد وحنا واحد دورا فصلك محل الله سدحات أو شيخ وكم بالله أحاديث في الجنة والنار أحاديث كسو أرورتي جنة هي النار إلهي تانك قارينو وحيفكتي في حفظ الله عز وجل ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.